باختصاص فنون الاعلان، هو اختصاص بتاه مدته 3 سنين، لازم نكون اخذين بروفي ناجحين لحتى نفوت هذا الاختصاص. بحال مش ناجحين في افونتاج انه نعمل فحص باخر البتاه، بخولنا نكفي بتاه 2 بتاه 3 وبنحصل على شهاده البتاه اللي هي البكالوريا فنيه، وبتخولنا انه نفوت على الجامعه ونكفي بذات الاختصاص او ما يعادل الاختصاص اللي نحن درسناه.